معاذ أول شيء استشهاده ما كان بعيد كثير عن البيت. معاذ راح يشتري شوية أغراض للبيت في الوقت اللي كان فيه اقتحام للبلد، اقتحام من جهة الجيش، وكان فيه إصابات كثيرة في البلد. معاذ زيه زي الشباب رجع مشان يدخل على بيته، على الطريق اللي بتودي لبيته، من جندي، أنا بقول جندي جبان، أطلق النار على معاذ من ظهره وهو حامل كيس أغراض البيت. هناك استشهد، ما كان بعيد عن الشارع حوالي 50 متر لجهة بيته. معاذ من الشباب الأوادم، يعني مثقف، متفوق علميا، شاب آدمي محبوب من جميع أصحابه وقرائنه. ما فيش إنسان في البلد إلا بيحب معاذ، سواء حتى في مدرسته، في مدرسينه، كان محبوب لأنه كان آدمي وخلوق وأخلاقه دمثي وما شاء الله عنه. يعني معاذ أصغر إخوانه الشباب، له إخوان اثنين أكبر منه وبنت. إجت سيارة الإسعاف نتيجة الحصار الموجود على البلد، اتأخر وعدم وجود أي منطقة نوديه لمعاد نسعفه فيها. فطبعا نتيجة الحواجز اللي موجودة ما بين بيتا ونابلس وعلى المستشفى رفيديا، هذا كله أدى لعدم استقرار في حالته الصحية. يعني مع وصول كان مستشهد الشاب نزيف داخلي، لأنه الرصاصة أجت بالكلية وبالرئتين، فكانت الضربة قاتلة. ف يعني ما بنقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وبنحتسبه عند رب العالمين سبحانه وتعالى.